يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كانت الصوفية يقول منتشرة في بلادنا، وكان أجدادنا يعتقدون في الأولياء، وكانوا ينذرون في كل قرية بقطعة أرض زراعية للأولياء، وكانوا ينذرون في كل قرية بقطعة أرض زراعية للأولياء. سؤاله: هل يجوز لي الآن أن أستعيد هذه الأرض وأبني عليها مسجدا، علما بأن ريع هذه الأراضي في هذه الأيام يعود إلى الصوفية؟ إذا كنت تقدر على ذلك وأنت ورثت هذه الأشياء تقدر على أن تبنيها مسجد فافعل هذا، أما إذا كنت ما تقدر أو يحدث فتنة أو شر تجنب هذا، ولكن تنهى عن هذا الأمر وتبين للناس هذا الشيء. وهذا ما هو غريب، الله جل وعلا ذكر عن المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، يجعلون من الزروع نصيب للأصنام، ويجعلون من البهائم نصيب للأصنام، يعني بلغ بهم الشرك إلى هذا الحد. نعم.